اسأل حضرتك عن مسألة الفلوس، فيسبوك ما فيهوش كده، يعني يوتيوب وتيك توك فيه كده. المونوتايزيشن اللي هو تحويل المحتوى الى مصدر للدخل، وده خطر جدا، لان هو مغري، سهل مغري. بشوف في ناس قدرت انها تحقق ارقام كبيره جدا. فانا ممكن ان انا انت عارفه زي ما كنا كده في الجامعه، كل واحد فينا في نفسه يطلع مغني بالظبط. بس حته المغني ديت خطر، لان انت لو قضيت مستقبلك عمال بتحاول تبقى مغني والحظ ما وافقش معاك هتضيع. فنفس الحكايه، مش هنقدر ان احنا كل الناس تبقى انفلونسرز. بس اصبحت مهنه دلوقتي، يعني السوق اتغير خالص يا باشمهندس، اصبحت مهنه بينج ان انفلونسر او شخص مؤثر اذا كان على انستغرام. ولكن اعتقد السوق المصري اكتر تيك توك وفيسبوك ويوتيوب، لانه يعني زي ما حضرتك ذكرت مصادر الدخل ممكن تكون تيك توك ويوتيوب. بصي، احنا كمان في حاجه عندنا بتميز مصر، هو متابعه الانفلونسرز. احنا متقدمين فيه، يعني احنا على عكس معظم الارقام اللي ظاهره في التقرير دوت، احنا كنا تقريبا زي معظم متوسط العالم، يعني مش زي الدول اللي على اليمين قوي والدول على الشمال قوي. لكن في حاله تاثرنا بالانفلونسر المؤثرين، احنا واخدين ترتيب كبير. نسبة عالية. ترتيب يمكن هو المفروض من العالم كله 25% تقريبا بيتابعوا الانفلونسرز. احنا معانا الاحصائيه برضو على الهوا، المصريين واخدين نسبه عاليه في تاثرهم بالانفلونسرز او المؤثرين ومتابعتهم ليه. وده شيء برضك ضروري نحذر الناس منه، لان الانفلونسرز ان هو جذاب ليك مش معناه ان هو بيقول لك الصح او بيقول لك الحقيقه. الانفلونسر غرضه في النهايه ايه؟ غرضه في النهايه ان هو يشتهر ويجيب مشاهدات، والمشاهدات دي تترجم الى فلوس. في ترندز برضو جديده في السوشيال ميديا باشمهندس، خصوصا الفتره اللي فاتت شفنا موضه المناقشات الصوتيه لو نقدر نسميها كده، زي الكلاب هاوس، خدمة سبيسز من تويتر، في رومز الصوتية برضو اللي نزلها فيسبوك. يعني بعد ما مشيت شوية في كلاب هاوس تابعنا وتناقشنا مع حضرتك في ده، انه توالت بقى الصفحات الاخرى او المنصات الاخرى انها تقدم نفس الخدمة. هل ممكن يكون المستقبل للصوت فعلا على حساب الفيديوز او الستوريز في المنصات المختلفة برأيك؟ لا اتوقع ذلك. ويمكن التجربة بتاعت كلاب هاوس والرومز بتاعت فيسبوك اثبتت ان هي وصلت لمرحله وبعدين تراجعت. يعني كان في هايب، كان في حاله ذروه كده اهوت والناس حبتها، ولكن هي الاختلاف الاساسي ان هي انا ممكن اعمل حاجات كتيره جدا وانا قاعد على الفيسبوك وانا بسمع اليوتيوب، لكن الغرف محتاجه مشاركه، محتاجه اسمع النقاش واشارك فيه وارفع ايديا وكده، فهي محتاجه تفرغ، فهي بتقتل الوقت، بتاخد الوقت تماما عكس المنصات الاخرى. فانا لا اظن ان هي الهايب يمكن حصلت في ذروه الكورونا وكان معظم العالم قاعد في البيت، فيمكن جت من هنا فكره الرومز والصوت وفي وقت بقى. هي دلوقتي بقى مختصره على الناس اللي في نفسهم يتكلموا. طبعا انت عارف حضرتك ان الانسان دايما محتاج ان هو يوصل صوته، يكون صوته اي بصرف النظر هو صح او غلط، يمين شمال، لكن هو عايز يتكلم. فالناس اللي عندهم هذا النوعيه من الرهبه يخشوا ويقعدوا يتخانقوا بقى، ويعني وتحصل مشاكل كتيره بسببها. ده حقيقي حصل.